اما هلا اعفاف خلينا ننتقل لاولى مساحاتنا الصباحيه لليوم. اليوم مع الطب النفسي عندنا موضوع رح نحكي عنه كثير مهم وهو القلق. احيانا بتلاقي كثير من الناس عندهم قلق تجاه الامراض، يعني تلاقيهم متوترين، بتلاقيهم بشكل عام عم يحسوا ببعض العوارض بشكل مستمر، واخر شيء بعد التشيك مع الطبيب بيكون ما في شيء، بس نوع من الهاجس فينا نسميه او الفوبيا نحو الامراض. مزبوط. هلا هنن كثير بتلاقيهم حتى عندهم فوبيا، بيخافوا كثير. يعني مو غلط نحن نحافظ على صحتنا الجسديه والنفسيه والعقليه كمان، لانه هي بالنهايه بتطلع على جلدنا وعلينا من برا، فهذا الشيء وقت بيصير لدرجه القلق او الهاجس بيؤدي لاضطرابات نفسيه. رح نحكي عن هذا الموضوع اكثر اليوم سوا مع الدكتور انس دالي، اخصائي بالطب النفسي. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، يمكن ما في حدا بمحيطه وما في هذا الشخص اللي بتلاقيه عنده قلق دائم هاجس نحو الامراض، انه انا مثلا حاسس ببعض الاعراض الاخر ما بيشعرها هو لحاله، بتلاقيه بيتجه لعند الطبيب ما في شيء. فينا نسميها هي نوع من الشكايات النفسيه او الاضطرابات النفسيه تصنف، او ايمت فيني صنفها ضمن هيدا التصنيف؟ تماما. هو الموضوع يعني اذا ما فينا نحطه تحت تشخيص واحد او تحت عنوان واحد، هو يعني العنوان هيك عريض كثير وتحته بتيجي تفصيل سرير يعني باكثر من حاله. صحيح. هو موضوع الترابط بين الحاله الجسديه والحاله النفسيه او الشكايات الجسديه اللي هي لها اسباب او كانت من منشا نفسي، موضوع واسع كثير. بدنا شوي هيك نحكي عن الاساس بالترابط بين الحاله العضويه والحاله النفسيه. سابقا كان الطب النفسي او الشكايات النفسيه اختصاص مستقل حتى بعيد عن الطب لحد كثير كبير، ما كان مربوط بالطب بشكل مباشر، كان دائما الطب النفسي بيعتمد على العوامل النفسيه، العوامل الاجتماعيه انه هي المسببه، ما كان هناك تفسيرات طبيه مباشره وواضحه مثلا ومربوطه مثلا ببنيه الدماغ، بتشريح الدماغ، بوظائف الدماغ. بس نحو الطفوله وبالبنيه الاجتماعيه بيعتمدوا على العوامل الاجتماعيه والبيئيه. هلا مع تقدم الدراسات مع مرور الوقت خصوصا ببدايات القرن العشرين منتصف القرن العشرين، لا بلش الترابط يظهر اكثر بشكل واضح بشكل جلي اكثر، بانه لا حتى الاضطرابات النفسيه لها اساس عضوي والمسبب الرئيسي هو استعداد جيني او استعداد وراثي او حتى بسميه استعداد بيولوجي، بمعنى انه في كثير من الاشخاص ممكن يتعرضوا لنفس الضغوط بس مو بالضروره هذا الشخص يصاب مثلا باكتئاب وهذا الثاني يصاب وهذا كمان، يعني هذا واحد ممكن يصاب والثاني مو بالضروره يمكن يصاب باكتئاب، فتعريضه لنفس الضغوط عم بيولد نتائج مختلفه. فاذا لا يمكن الاعتماد على العوامل المحيطه، لانه وقت عم تكون نفسها مو بالضروره عم تكون نفس النتيجه، اذا لابد من استعداد بالاساس بيولوجي او جيني تكوين الدماغ تماما مهيئ لحتى يظهر هذا الاضطراب او تظهر هي الشكايه. هلا في عده تشاخيص او عده تصنيفات ظهرت مع كمان تقدم الدراسات. في شيء دائما اسمه الاعراض الجسديه من منشا نفسي، يعني في شيء في فرق حقيقي اسمه اعراض جسديه، واعراض جسديه صارخه مو مجرد اعراض عابره، بتكون اعراض جسديه ممكن تصل لدرجه الشلل، ممكن اعراض حقيقيه بس ولكن ما لها تفسير بالفحوصات والاستقصاءات العصبيه مثلا، ما عم بيظهر اي اذيه عصبيه، ما عم بيظهر اي مشكله دماغيه، المنشا نفسي تماما. وحده كمان من الامور الثانيه بنلاحظ انه حتى الترابط له اوجه عديده، في عندنا كثير من الاضطرابات العضويه، يعني مثلا حتى المثال الابسط والواضح والكثير بيعاني منه ارتفاع توتر الشريان، ارتفاع الضغط، هو يعني اضطراب مرتبط جدا بالشدات النفسيه، فعلا يرتفع بشكل مباشر ويعني كثير الضغط لا يضبط بسبب شدة نفسية معينة. طيب أيضا كمان يعني النقطة الثانية، في كثير من الاضطرابات العصبية أو الاضطرابات الجسدية البحتة اللي بتجي صورتها السريرية على شكل حالة نفسية، مثل مثلا داء باركنسون، داء التصلب اللويحي، هدول دائما يشار للحالة السريرية الأولى بالمقدمة، تجي بشكل حالة اكتئاب أو حالة يعني بلادة أو حالة نوع من التحدد الوجداني، في شوية تراجع، في شوية انسحاب اجتماعي. فالترابط كثير كبير. بالنسبه حتى لبعض التصنيفات صنفت شيء اسمه اضطراب العرض الجسدي، وفي شيء اسمه اضطراب قلق المرض. شو هون بيكون الهاجس نفسي دون وجود شكايه، يعني دون وجود شكايه حقيقيه، انه الشخص دائما عنده هاجس، الفكره محتل جزء كبير من مساحه تفكيره، بنسميها حتى فكره مفرط القيمه، ما انا مجرد فكره عاديه او فكره مثلا وسواسيه، لا هي فكره يكاد يقتنع فيها بشكل مطلق دون وجود دليل قطعي. تمام، ممكن نقاشه فيها ولكن اخذ حيز كبير من تفكيره. فبنلاقي الشخص مثلا عنده قناعه بانه مصاب باضطراب معين، عم بيعيد التحاليل اكثر من مره، عم بيعيد الاستقصاءات اكثر من مره، يتنقل من طبيب لطبيب. صحيح. من مخبر لمخبر، ومع هيك ما عم بيلاقي النتيجه صفر، ورغم التطمينات المستمره الملموسه بنلاقي الشخص لا لسه عنده قناعه انه عنده هذا الاضطراب. في اضطراب ثاني اسمه اضطراب العرض الجسدي، هون بيصير الشخص بيقتنع بانه في شكايات
موجوده ما بتشير لمرض معين بذاته، ولكن بناء على هي الشكايات بيخاف يكون معه شيء اضطراب معين وبتتنقل، يعني مره بحس بصداع مزمن، مره بحس بالم مثلا معدي، مره بحس بدوخه شديده، مره بحس بجفاف مثلا. هي اعراض عابره ممكن تصير مع اي شخص، ولكن دائما احساسه فيه احساس مبخم بيكون فيه، وبيبني على اي عرض عابر على انه هناك يعني مرض مزمن او مرض خطير لابد انه هو حاليا بجسمه او هو قادم على الطريق، فكمان بيلحق الاستقصاءات بشكل كثير يعني مفرط وبيستهلك وقت كبير منه. دكتور، اكثر شيء بنشوف حالات يعني مرقت معنا نحن بزمن الوباء بالكورونا وبالاميكرو ويمكن لحد هلا موجودين هدول الاشخاص، فبتلاقيهم عندهم هاجس من نسمه الهواء اللي بتمرق من جنبهم او من اي حدا، ممكن حتى اهاليهم يتعاملوا معهم بنفسيه وبعدواني انه لحدا يقرب علي، فهذا الشيء عامل لهم مو بس انه هاجس وقلق، عامل لهم مرض نفسي، فهون ما بقى يعرف هو يعني اي عارض بيشعر فيه بيفكر حاله انه هو خلص انا معي كورونا او اي شيء ثاني، فبتتعب نفسيته عن جد بفوت بحاله كثير صعبه. شو هي اوجه الترابط بين الطب النفسي والاختصاصات الاخرى؟ يعني بهيك حاله هذا الشخص شو لازم يعمل؟ تمام، بما انك ذكرتي مثال كثير مهم، يعني الجائحه اللي كانت موجوده كورونا دائما كان لها يعني خصوصيه كبيره كونه مرض كان كثير من الاحيان مميت، اعراض مميته، فهون فينا نعمل نوع من كمان التصنيف او الترتيب. هلا اولا اي شده نفسيه بشكل عام شو ما كانت تكون هي عامل مطلق للاضطرابات النفسيه. كورونا صح هو اضطراب عضوي ولكن هو مرتبط بشده نفسيه، يعني صحيح. كان بالنسبه لهذا الحدث هو حدث بصراحه شل العالم، احتل مساحه كبيره بالاعلام، على ارض الواقع كان في وفيات، الاخبار المتواتره، الاخبار المتلاحقه، كلها كانت عامل شده توتر نفسي. صحيح. لا ننسى انه حتى شده نفسيه بجوز تكون حقيقيه واقعه، شخص فقد عزيز عليه، فقد شخص بيعرفه، فهو بشكل مستقل هو عباره عن شده نفسيه ممكن يطلق اضطرابات نفسيه. طبعا. وكان في دراسات كثير عن زيادات نسبه القلق والاكتئاب. صحيح. هي بالخط الاول كورونا. كل الاضطرابات النفسيه زادت بفتره كورونا، هي بشكل واقعي كثير عاليه. يعني يلي عنده اضطراب نفسي وكان مستقر زادت حالات النكس، يلي ما كان عنده اضطراب نفسي زادت حالات اطلاق، كانت الشراره هي فتره كورونا لاطلاق كثير من الاعراض النفسيه. هلا في تماما هي مش يعني بهي الحاله نحن، لانه كان في اضطرابات بالدراسات بشكل، يعني ما كان في عندك كل دراسه كانت تاتي حول هذا المرض تجي دراسه معاكسه، فالكل كان مهيئ نفسيا تماماً. لانه يصير عنده شده نفسيه تماماً. لانه كنا نحن نقول كورونا خلص. صحيح. حاله وفاه مرتبطه بالضبط. مع تطور الحاله كانت متلاحقه. صحيح. بشكل. صحيح. سريع لانه كان خطير، عم يبلغ درجة من الخطوره، فكان باليوم الواحد يطلع اكثر من دراسه او اكثر من راي علمي او اكثر من نتيجه، ما كان مثلا مرض مثلا بفتره ماضيه وعم تنعمل الدراسات بشكل تدريجي، لا كانت متلاحقه جدا. صحيح. فهذا بيؤدي لعامل ستريس متزايد. هلا في نقطه هون انه الاضطرابات النفسيه ممكن تصير، اتفقنا عليها، ممكن فعلا هو يعمل نكس او ممكن يعمل اطلاق اضطرابات نفسيه، ولكن في حالات بتصير اللي هي قريبه لحاله قلق المرض. هون بتصير اللي بيميزها مثل ما ذكرت انه رغم التطمينات ورغم الفحوصات والاستقصاءات بنلاقي انه الشخص مو مقتنع تماما. امتى نقدر نعتبرها نوع من قلق المرض او نوع من اضطراب العرض الجسدي المستمر؟ وقت تكون سببت له بقى حاله من العطاله اليوميه، الشخص منشغل فيها بشكل دائم، الاعراض عم تكون عابره، ما للصفه سريريه واضحه بانه هي اعراض كورونا. لنفترض قطع مرحله ثانيه اللي هي انه عمل الاستقصاءات المطلوبه، عمل مسحه على الاقل، هو مصير انه مصاب. تمام. صحيح. بالحد الادنى هو عم يطمن على حيوياته انه ما في شيء خطير، حتى لو فرضنا في اصابه، رغم هي التطمينات المستمره لا، الانشغال بيضل مستمر بشكل كثير كبير، هي نقطه. النقطه الثانيه بطبيعه هذا الانشغال بصير في نوع من التعطل الاجتماعي، التعطل الوظيفي، خلص الشخص بتتعطل مناحي حياته، بتعطل دراسته، بتعطل عمله، بتعطل اهتمامه بنفسه، بتعطل اهتمامه باسرته، فدائما خلينا نقول المشعر الاساسي او الشيء الاساسي دائما لحتى نرصد بشكل مباشر هو حاله العطاله اللي بسببها هي الحاله، حاله العطاله والانشغال رغم التطمينات. طب المستمره نحن بنحكي عن حاله شائعه، يعني لما نقول نوصل لهي الحاله، ايش حاله شائعه عندكم بالطب النفسي؟ في اعراض بتكون مرافقه للحاله النفسيه معتادين عليها، يعني لما نقول انه وصل لهي الحاله، ولا حسب هو شو قلقان، يعني هو عنده توتر وقلق من مرض معين، هي الشكايات الجسديه بتكون بيحكي عنها، ولا لا في اشتراك؟ يعني فينا نقول في بالتاكيد الشكايات الجسديه بتكون شائعه، يعني شائع وموجود.
الاحساس بالشكايات الجسديه بيكون جدا شائع، حتى بيصير في نوع من وحده، يعني مثلا في ناس بتقول لك عندي وهم جسدي، هي بتسمع بشكل مستمر بالضبط، في بتحس عامل مشترك بين كل هي هو دائما ما بتجي اعراض، يعني اعراض هيك بتكون صارخه او تخصصيه بالاضطراب، هي بتجي من الاعراض الشائعه اللي ممكن اي حدا يصاب فيها، ولكن دائما هذا الشخص بصير بيربط اي علامه بسيطه او عرض او ظاهره عنده بتصير بشكل يومي، بتصير عند اي حدا، على انه هي مؤشر للاضطراب. مثل ما ذكرت الوهن الجسدي، ما هو 90% يمكن العالم عنده وهن جسدي هلا بطبيعه العمل بشكل ذاتي، لا هو غلاء الاسعار لحاله بجيب وهن جسدي تماما الانفلونزا تمام بركز مثلا على طفح بسيط ظهر، وهذا الشيء اي شخص معرض له صحيح. بيركز على هبات الحراره اللي تبدلات الحراره اللي بتصير، وهذا الشيء كمان طبيعي ممكن انه يصير. ضيفي عليها انه دائما الانشغال النفسي اللي هو دائما فكره توتريه، فكره مخيفه، فكره قلقه. بس هي بتصيب الاشخاص اللي عندهم فراغ كبير ولا ما لها علاقه اذا هو بيشتغل او يمتل يعني عنده عيله او ضمن اسره مختلفه ولا لا؟ بشكل مباشر ما لها علاقه، ولكن انما اللي بيحسن من انذار المرض، يعني بيضبط هذا المرض دائما، كل الاضطرابات النفسيه دائما التحكم بالعامل البيئي المحيط، دائما اشغال النفس بشيء مفيد، الابتعاد شوي عن مظاهر الفراغ. ليش؟ يعني هو بيحسن، مو هو السبب المباشر، ولكن هو اذا حدث فهو بيحسن من انذاره، ما بيخليه يتطور اكثر. ليش؟ لانه غالبا هي دوامه القلق او دوامه التفكير بالامراض هي دوامه سلبيه بشكل مستمر. الفراغ ممكن يخلي الفكره تجتر اكثر من مره تماما، وبصير تبنى مخاوف عليها بشكل كثير كبير. دكتور بنشوف حالات انه بوقت مو بس بوقت معين، على طول هن بيعتقدوا انه هن عندهم مرض محدد، في امراض عندهم خوف منها مثل الكانسر او نقص المناعه او نقص الصفيحات او اي شيء، ضغط شقيقه، فالشخص هون بيتوهم انه انا عندي هذا المرض، على اي عارض بسيط ممكن يشعر فيه. خلينا نحكي عن هدول الاشخاص وقت، يعني شو كيف نحن ممكن نساعدهم او نقدم لهم نصائح لحتى انه لا هذا الشيء ما هو صح، يعني هو بيبرم من دكتور لدكتور لحتى بده اثبات انه انا لا مريض هيك، يعني لا اذا شاف دكتور واحد بيروح لعند الثاني، اذا عمل تحليل بيرجع بعيده ثاني مره وثالث مره، هو مصر انه انا معي هذا المرض تماما. هلا شده الفكره دائما بوجهنا لعده تشخيص، يعني ممكن يكون اول شيء قلق عابر او قلق عادي ما وصل لدرجه الاضطراب، فهذا القلق ممكن انه يذهب بالنقاش، يعني شده الفكره ما لها متمكنه من الشخص، فهذا قلق عادي مفسر بطبيعه انه عم بيسمع مثل اي المخاوف الموجوده عند اي الاشخاص العاديين، يعني او بسبب مثلا انه في حاله معينه بالاسره صارت فهو كمان بخاف انه يكون العامل الوراثي، فهذا ضمن القلق العادي تمام. هلا ربما احيانا تاخذ هي الفكره، يعني اللي قصدته من هذا الشرح انه لازم نحدد شو 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 التشخيص بالضبط هون لحتى نقدر نحن نتوجه للعلاج. في نمط من الفكره احيانا بياخذ شيء بنسميه شكل وسواسي. كيف يعني؟ تماما وسواس قهري. الفكره هون انه الشخص اذا ناقشته بالمنطق هو مقتنع انه ما انه مصاب، ولكن الفكره ملحه بشكل دائم، يعني هو مقتنع عقليا انه فعلا ما له مصاب، ولكن فكره مرهقه. اللي عنده وسواس قهري بهي الموضوع عامل وراثي بيلعب دور، يعني انا بحس مثلا اللي مثلا في حاله استثنائيه بالعائله اللي عنده مثلا كانسر او في عائله مثلا مرض معين بالعائله موجود، في بعض الاشخاص تلاقيهم متخوفين من هذا الموضوع طبعاً. فالعامل الوراثي بيلعب دور بهي الحاله، اذا في عندك حالات استثنائيه طبعاً. للمرض ضمن العيله مو فقط كانسر، نحن عم نحكي ان كان مثلا عده امراض ما لها علاقه بالمرض. هو تسمى من العوامل البيئيه، يعني انا العامل الوراثي بينتقل بشكل، يعني بشكل دقيق بينتقل بالجينات للشخص فبالتالي بيأهبه. هلا هون يسمى العامل البيئي، ليش؟ لانه نتيجه المشاهده الخارجيه لحدا انا موجود معي بالبيت انا بعتبره دليل عقلي انه انا ممكن، فممكن انه يأهبني اكثر. فاحدى الاشكال اللي بياخذها هي الفكره الوسواسيه، انه الشخص هون بيكون مقتنع بانه ما انه مصاب مزبوط. ولكن الفكره ملحه ومزعجه جدا جدا ومرهقه، او بيكون عنده خوف بالمستقبل فبيضل عم يراجع ممكن مراكز. تماما. هلا احيانا تاخذ يعني شكل ثابت اكثر بنسميه قلق المرض مثل ما ذكرنا، اللي بتكون هون بلشت تاخذ نوع من الرسوخ ولكن يناقش فيه، ولكن انه لا عم تاثر عليه لدرجه كثير كبيره، هذا بنسميه قلق المرض. ببعض الحالات بنسميها الحالات الذهانيه، بيقتنع الشخص او بتجي بحالات الاكتئاب الشديد، هون الشخص بيصير عنده يقين مطلق وقناعه مطلقه بانه هو فعلا مصاب، لا يناقش ابدا 100%. فهو ممكن ليش يعني احنا خلينا ما ممكن قالوا لنا معنا دقيقه يمكن الوقت تماماً. او دقيقتين سريعا، كيف فورا يعني مشان ما تتفاقم الحاله تماما كيف فينا نتعامل معهم؟ بعض النصائح للمحيط، لانه البيئه بتلعب دور احيانا، هي بتكون عامل مشارك للاسف تماما. هلا النصيحه السريعه انه متى ما تجاوزت الفكره الحد، اي فكره مرضيه تجاوزت الحد وبلشت
تتاثر بحاجه لاستشاره نفسيه او تقييم نفسي. فصلت التفصيل قبل شوي انا انه بي على خلفيه اي مرض بتجي، لانه هون العلاج بيختلف. يعني بالحالات الوسواس القهري، بحالات الذهان اللي بيكون في الفكره مرهقه جدا، تحتاج علاج دوائي. بحاله قلق المرض غالبا بنلجا لشيء اسمه العلاج الديناميكي النفسي، يعني هو نوع من العلاج اللي بيتم عن طريق التحليل النفسي. لانه احدى التفسيرات لهي الاضطرابات قلق المرض تحديدا انه الشخص في صراعات مكبوته سابقا ظهرت بشكل اعراض جسديه ما قدر يواجهها بفتره من الفترات، بفترات الطفوله قد يكون متعرض للتعنيف، قد يكون متعرض لمثلا نوع من الكبت تماما. فالجهاز النفسي خلينا نقول بيترجمها لاعراض جسديه لانه يعجز عن مواجهتها، فبتظهر بشكل اعراض جسديه او بافكار مرضيه. فالعلاج هون بهي الحاله بيكون، يعني طبعا في حالات ذكرت اما دوائي، ولكن بهي الحاله قلق المرض شيء بنسميه العلاج الديناميكي النفسي، يعني هو النمط من انماط التحليل النفسي اللي بيحاول يسترجع الخبرات السابقه ويستخرجها. طبعا عمل جلسات مطول جدا 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 يعني من التحليل النفسي، بيحاول يستخرجها لحتى انه يتم حل هي الصراعات، وبالتالي يزول السبب الرئيسي. بيكون عندهم جرأة انه المريض او اللي مصاب بالقلق انه يروح لعند دكتور نفساني؟ يعني بتلاقي الاغلبيه عفوا انه بيقول لك لا وانا ما بدي دكتور نفسي وانا تمام. وانا تماما هي النقطه الاشكاليه. كونه في احساس، يعني في احساس حقيقي بيعتبره، فهو دائما بيقتنع بانه المشكله عضويه بحته. تمام. هلا الشيء اللي بدي اقوله انه بالتشخيص التفريقي اليوم خلينا نقول صار احدى التشخيص التفريقيه المهمه من منشا نفسي لاي اضطراب. صحيح، لاي اضطراب، لانه اوجه الترابط صارت كبيره. فاليوم صار تشخيص تفريقي بنسميه بيفرق يعني بشكل رئيسي. قد سابقا كان انه سبب المرض اما هضمي اما صدري اما قلبي اما كذا، بروح عند طبيب فلان بروح عند طبيب فلان، لكن اليوم بشكل رئيسي تماما صار اسمه، يعني الطب النفسي صار احد يعني اهم التشخيص التفريقية. تماما. أهم التشخيص التفريقية. تمام. في تشخيص، يعني في اختصاص ظهر جديد اسمه الطب النفسي التواصلي. صحيح. جديد بشكل كتير كبير، لأنه صار يعني ركن أساسي بمشوار الاختصاصات الأخرى. ويمكن اليوم بيلعب عامل كبير كبير. طبعاً. دعم أكيد أكيد. نفسي. تمام. لأنه يمكن 10 سنوات أنهكت. صحيح. الجميع والكل. صحيح. عم نتعرض لضغوطات نفسية مو فقط بحالات. صحيح. معينة. أكيد بالختام نشكرك دكتور على وجودك معنا. شكرا كتير لك. شكرا كتير لك دكتور.